اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل الذي نستعرض فيه بالارقام والتحليل مؤشرات البورصه المصريه التي تباينت لدى اغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 72% ليبلغ مستوى 9599.1. كما صعد مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنحو 31% ليسجل 10682.56. وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 12% ليبلغ مستوى 1140.1. بينما تراجع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنحو 69% ليبلغ مستوى 568.25. نتحول مشاهدينا الى قائمه القطاعات النشطه في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبه 32.1%، تلاه قطاع الخدمات الماليه باستثناء البنوك بنسبه 19.78%، ثم قطاع البنوك بنسبه 11.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبه 9.6%. اما بالنسبه لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة وصلت إلى 82.4% من التداولات، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على 25.2% من التداولات. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 12.74%. يأتي هذا في الوقت الذي مال فيه الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 43.17% من حجم التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 56.82%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرها سهم البويات والصناعات الكيماويه باكين بنسبه 7.46%، تلاه سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبه 7.8%، ثم سهم الشروق الحديثه للطباعه والتغليف بنسبه 6.58%، يليه سهم الزهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبه 6.32%. أما بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدر سهم حق الكتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري واحد بنسبة 50%، ثم سهم مصر للأسمنت قنا بنسبة 5.68%، تلاه سهم الدلتا للسكر بنسبة 5.63%، ثم سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 4.86%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 513 مليار جنيه، وسط تعاملات إجمالية بلغت نحو 1 مليار جنيه. ومشاهدينا، لمزيد من التحليل والتعليق حول أداء المؤشرات اليوم، يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ إيهاب سعيد خبير أسواق المال. أستاذ إيهاب تحياتي. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. استاذ ايهاب، يعني الحمد لله تباين اداء البورصه اليوم الا انها استطاعت ان تحقق ارتفاعا، ما تقييمك لهذا الاداء اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو السوق بالفعل فتح في بدايه التعاملات على تراجع النهارده، يمكن وصل الى 70 نقطه مع بدايه الجلسه في مؤشر اي جي اكس 30، لكن نجاح بعض الاسهم القياديه وخاصه اسهم البنك التجاري الدولي والمجموعه الماليه هرمس وايضا مجموعه طلعت مصطفى القبضه في التماسك ومعاودة ارتدادهم دفعوا المؤشر على تعويض كل الخسائر مع النص الثاني من الجلسة، والإغلاق مع نهايتها مرتفع بحوالي 68 نقطة قرب أعلى إغلاق تقريبا لي من شهر 10 الماضي عند 9599، وتقريبا يعني قرب مستوى كان على العكس مؤشر اي جي اكس 70 أداؤه أقل نسبيا، كان إلى حد ما معظم أسهمه بتميل للحركة العرضية المايلة للتراجع، يمكن دي للجلسة الثالثة على التوالي. وصل المؤشر الى حوالي 568 نقطه وقفل قرب هذا المستوى، برضه ده مستوى دعم، اذا نجح في البقاء اعلى اعتقد ان هو هيعيد تجربه
580 585، لكن من الواضح يعني ان معظم السيوله متركزه في الاسهم القياديه. الواضح كمان انها مستفيده من زياده الطلب بشكل كبير على وثائق المؤشر الجديد. طب استاذ ايهاب، حضرتك في كلامك قلت ان المؤشر الرئيسي وصل 9599 نقطه، نتوقع ان هو ان شاء الله خلال الاسبوع او قريبا يتجاوز او يصل الى ال 10000 نقطه. اعتقد زي ما قلت حضرتك، يعني يمكن ما قلنا في نهايه العام الماضي واحنا بنتكلم على توقعاتنا خلال العام 2015 ان احنا متفائلين بشان العام 2015 ان شاء الله، واننا هنقدر نجيب القمه السابقه اللي هي قرابه ال 9800، ومن ثم تجاوزها لتحقيق مستويات تقارب ال 12000 نقطه في عام 2015، اللي هي تقريبا بتتماشى مع القمه الاعلى قمه وصل لها المؤشر في تاريخه. وبالتالي يعني اعتقد انها مساله وقت، مساله ال 10000 نقطه مساله مش بعيده قوي، يمكن على الاجل القصير احنا نشوف حتى تجاوز مستوى ال 9600، ممكن نتجاوزها في جلسه الغد ان شاء الله. لكن المهم طبعا ان احنا نتماسك ونثبت اعلاها مع التماسك اللي يحصل في الاسهم القياديه ثقيله الوزن على المؤشر. طيب استاذ ايهاب، شايف نقاط الدعم والمقاومه ايه هي؟ بالنسبة لمؤشر اي جي اكس 30، طبعا هو زي ما قلنا 9600 هو اللي بيشكل مستوى مقاومة مهم جدا، تجاوزه لأعلى هيبقى عندنا مستوى المقاومة التالي اللي هو القمة السابقة عند 9835، وهو ده اللي هيبقى مستوى المقاومة التالي. أما أول مستوى دعم فهو يمكن يعني بعيد شوية عن المستويات الحالية، حوالي 9370 نقطة هو ده مستوى الدعم، لكن يعني أعتقد إن احنا بعد ما هنخترق إن شاء الله ال 9600 في جلسة الغد هيكون هو ده مستوى الدعم القادم. اما في جي اكس 70 مستوى الدعم اللي احنا واقفين عليه زي ما قلنا في البدايه 568 570، لو المؤشر ما كسروش بكره وقدر ان هو يعاود الارتداد يبقى هيقترب من مره ثانيه من مستوى المقاومه عند 582 نقطه. لكن لو قدر الله كسروا لتحت هيبقى مش هيروح بعيد، يعني هيبقى في مستوى دعم تالي اهم واقوى عند ال 560 نقطه. عموما كنت هرجع اكلم حضرتك على مؤشر اي جي اكس 70 اللي بيتراجع، لكن قبل كده في راي شايف ان بعد عمليه جني الارباح المؤشر الرئيسي هيستمر في الارتفاع ولن يتوقف، هل تتفق مع هذا الراي؟ انا يعني زي ما انا قلت حضرتك في البدايه، انا اعتقد ان احنا يعني كل المؤشرات في الوقت الحالي الى حد ما ايجابيه فيما يتعلق بالناحيه الفنيه، طبعا مش بنتكلم على اي نواحي اخرى، من الناحيه الفنيه المؤشرات ايجابيه. المؤشر حتى النهارده يعني طبقا لاخر اسعار وليس الاسعار المتوسط المرجح يعد المؤشر مخترق، يعني المفروض انه هيفتتح بكره على 9660 نقطه، يعني تقريبا مخترق المستوى بتاع المقاومه بحوالي 60 نقطه. واضح زي ما قلت حضرتك في البداية أن الوثائق المؤشر ارتفاع حجم الطلب عليها ووصولها إلى 3 مليون وثيقة أو 3 مليون و4 من عشرة أدى إلى زيادة الطلب على الأسهم القيادية بشكل كبير اللي هي مكونة أساسا للمؤشر، وطبعا الأبرز فيهم اللي هو صاحب الوزن النسبي الأعلى هو البنك التجاري، مما يدعم استمرار الصعود في مؤشر اي جي اكس 30 وبالتالي الأسهم القيادية. أستاذ إيهاب سعيد خبير أسواق المال، نشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. ومعنا على الهاتف أيضا الأستاذة مريان عزمي خبير أسواق المال. أستاذة مريان، بعد التحية، البنك المركزي اتخذ إجراءين الحقيقة في منتهى الأهمية. الأول هو تثبيت سعر الفائدة وتخفيض سعر الفائدة والإقراض بنسبة 50 نقطة أو 0.5%. أيضا اتخذ إجراء تاني رفع سعر الدولار. شايفة الإجراءين دول تأثيرهم إيه على أداء البورصة وسوق المال بشكل عام والحركة الاقتصادية؟ هو أولا إحنا نحب نوضح أن تخفيض سعر الفائدة ده في حد ذاته إجراء إيجابي جدا ومحفز للاستثمار، فبالتالي هيعود بالإيجاب على البورصة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ليه؟ لأن إحنا عارفين أن معنى أني أخفض سعر الفايدة معناها أني أنا بشجع المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب أن هم يشيلوا فلوسهم من البنوك ويحطوها في أسواق المال أو في استثمارها في أي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية اللي أكيد العائد منها هيكون أعلى من العائد بتاع البنوك. فبالتالي كل ما يعني تعتبر أن تخفيض سعر الفايدة ده رسالة قوية جدا باستقرار الأوضاع الاقتصادية وفي طريقها للنمو والتحسن. على العكس من كده تماما موضوع سعر الدولار، احنا عارفين أن سعر الدولار تقريبا ثابت في البنوك والأسعار الرسمية، ولكن في السوق السوداء هو بيتراوح ما بين 70 في بعض الأماكن القليلة إلى 97 في معظم أسواق الصرافة.
وده في حد ذاته مشكلة كبيرة جدا، لأن إحنا عندنا إن كتير من الناس اللي بتستورد أشياء كتير، إحنا عارفين إن إحنا دولة استهلاكية، فبالتالي معظم استيرادنا من الخارج بيحتاج العملة الرئيسية للاستيراد اللي وهي الدولار، فبالتالي ده في حد ذاته نقطة مش جيدة جدا. ده معناه إني مازال في عندي خلل بصورة أو بأخرى، ويستدعي تدخل البنك المركزي بصورة قوية وفعالة. وأعتقد إن هو حتى هذه اللحظة البنك المركزي أنا بعتبره متأخر جدا في اتخاذ أي إجراء لوقف هذا، يعني أنا مسميه التفيف في أسعار السوق الصرف في السوق السوداء، لأن ده هيدي رسالة غير مطمئنة تماما، سواء كان للمحليين أو للأجانب، على أن الاستثمار بصفة عامة في الدولة هيكون في نوع من أنواع المخاطرة نتيجة العائد القليل اللي هي مقارنة بسعر الدولار أو عند تحويله للدولار هيكون عائد قليل جدا، فبالتالي مش هيكون مجدي للمخاطرة أو مجدي للاستثمار بصفة عامة. فإحنا كده ناخد بالنا أن هذه الإجراءات أو هذا النمو اللي موجود في سعر السوق السوداء للدولار بيتزامن مع المفروض النشاط قوي جدا في موسم السياحة، والنشاط ده احنا عارفين انه كويس انه بيجيب المفروض انه عملة صعبة في الوقت الحالي بصورة قوية، فكون اني انا يكون عندي استمرارية لارتفاع سعر الدولار بالمنظر ده، وانا عندي في المفروض نمو في السياحة في الفترة الحالية، اعتقد ان ده بيزود المشكلة وبيحسسنا ان المشكلة كده لو كان في اي خلل في السياحة هيديني تضاعف في هذه الارقام. طب استاذة مريم، شايف التأثير ده ايه على البورصة؟ هل هيكون له تأثير سلبي على البورصة اذا استمر هذا الارتفاع لسعر الدولار؟ طبعا لازم يكون في سعر سلبي، لان بصفة عامة لما هيكون في اي نشاط اقتصادي ونشوف ان العائد منه مش هيسوي ايه كتير مقارنة بالدولار، فده هيكون معناه أني صعب جدا للاستثمار، فبالتالي الاستثمار في البورصة هو زيه زي الاستثمار في أي نشاط اقتصادي، فأي نوع من أنواع الاستثمار هيكون العائد بتاعه قليل جدا مقارنة بالارتفاع الرهيب أو بالنمو الرهيب في سعر الدولار، فده هيبقى في الآخر بيقول لي بصورة أو بأخرى أن الاستثمار بتاعك غير مجدي مقارنة بالمخاطرة العالية اللي أنت هتستحملها. على عكس تماما الجزئية بتاعت الفواكه، فأعتقد أن الخبرين مع بعض أو أعتقد أن تزامن الحالتين هيؤدي في النهاية إلى نتيجة نقدر نقول عليها إيجابية، بس إيجابية بنسبة بسيطة جدا مقارنة. أستاذة مريان عزمي، أرجو أن تبقين معنا، نخرج لفاصل مشاهدينا لأذان العشاء ونعاود نستكمل الحديث والتحليل لأداء البورصة، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، الأستاذة مريان عزمي كانت معنا على الهاتف، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل والتوضيح لأداء البورصة. ومشاهدينا نتابع التقرير التالي لأداء البورصة، ثم نعاود للنقاش ومتابعة هذا التحليل داخل الاستوديو مع ضيفتنا الأستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا. نتابع مشاهدينا ثم نعود. كاس اللونان الأخضر والأحمر مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تباين أداء الأسهم لدى إغلاق تعاملات الاثنين. السوق تأثرت بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى 513 مليار جنيه، واقتربت التعاملات من 1 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيكس 30 ارتفع بنسبة 72%، وزاد مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 12%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 69%. خبراء ماليون أشاروا إلى أن مشتريات المؤسسات المحلية دفعت بالأسهم القيادية في المؤشر الثلاثيني للارتداد من مستويات الدعم عند 9450 نقطة، ليستهدف مستوى المقاومة 9500 نقطة. وتوقع الخبراء أن يستهدف مؤشر إيجيكس 70 مستوى المقاومة 85 نقطة مرة أخرى، ثم 600 نقطة طالما تداول فوق مستوى 560 نقطة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين اتجه المصريون للشراء، بينما اتجه الأجانب والعرب للبيع، واتجهت المؤسسات للبيع مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد. ومشاهدينا نستكمل معكم تحليلنا لأداء البورصة اليوم والأسواق والمؤشرات. أستاذ رانيا، كنا بنتكلم مع الأستاذ إيهاب سعيد والأستاذة مريان عزمي على الأداء المؤشرات، وتوقعوا أن مؤشر 30 احتمال يتجاوز ويصل إلى 10,000 نقطة إن شاء الله. مؤشر 70 بالمقابل بيتراجع، برر إيه حضرتك هذا التراجع؟ خلينا نحلل أداء البورصة على مدار الفترة الماضية. يمكن على مدار الفترة الماضية كنا بنلاحظ نشاط ملحوظ للأسهم القيادية بقيادة سهم السي اي بي، اللي بيعتبر الأثقل وزنا في المؤشر اللي هو الاي جي اكس 30، ويمكن ده السبب الصعود القوي لمؤشر الاي جي اكس 30 مع مجموعة أسهم الإسكان مصر الجديدة، مدينة نصر، و طبعا الاخبار الايجابيه وزخم الاخبار على هذا القطاع. فبالتالي مؤشر الاي جي اكس 30 بيتحرك بقوه بزخم من الاخبار على الاسهم القياديه فيه، واللي بتحتل الوزن النسبي الاكبر فيه. بالخلاف بقى بالاسهم الصغيره والمتوسطه اللي بيمثلها مؤشر الاي جي اكس 70، لاحظنا ان هذه الاسهم لو قيست اسعارها بالاسعار مقارنه بالاي جي اكس 30 هنلاقي ان الاسهم دي بتتداول لما كان يعني بالاسعار لما كان الاي جي اكس 30 مثلا عند مناطق ال 5000 و6000. فبالتالي في فجوه كبيره بين اداء المؤشرين. يمكن ده بيرجع بقى، خليني اتكلم للنقطه اللي بنعاني منها في السوق المصري وهي ضعف السيوله. يمكن دي النقطه اللي ظهرت بصوره واضحه جدا في الربع الاخير من تداولات 2014. كان عندنا ضعف واضح في السيوله انعكس على اداء المؤشرات، فبالتالي ابتدت السيوله تتجه الى الاسهم القياديه اللي تصعد، او اسهم الجيمات او ما يسمى اسهم المضاربه في بعض الاوقات بتاعه جني الارباح. لما كان مؤشر اي جي اكس 30 بيدخل في عمليات جني الارباح كنا بنشوف السيوله المحدوده بتتحرك في اتجاه الاسهم المضاربات او ما يطلق عليها الجيمات، وبالتالي ابتدت تتظلم هنا هو الاسهم الصغيره والمتوسطه. تمام. فبالتالي المشكله الرئيسيه دلوقتي اللي هي السبب في حاله صعود مؤشر وثبات مؤشر اخر او تحرك اسهمه بصوره عرضيه هي نقص السيوله. نقص السيوله. طيب انتقل لموضوع الوثائق ووثائق صندوق المؤشرات. وصلت في خلال يومين من التداول 3.4 مليون وثيقه. اولا تقييم حضرتك لاداء هذه الوثائق، وايه المميزات اللي تخلي المستثمر يقبل عليها؟ في الحقيقه هنقول الوثائق اعتبرت اليه جديده دخلت السوق المصري، يمكن هتوفر نوع من الامان لنوعيه معينه من المستثمرين. خلينا بنقول ان اغلب المستثمرين الافراد اللي ما عندهمش وعي او ثقافه الدخول في البورصه يمكن بيجدوا صعوبه في ان هم يتداولوا اسهمهم داخل البورصه في جو بقى من المضاربه، حاله التذبذب اللي بتصيب البورصه ما بين صعود وهبوط، واللي بيكون المجني عليه فيها في الغالب هو المستثمر الصغير. يمكن صناديق المؤشرات او هذه الوثائق وفرت للمستثمر او النوعيه دي من المستثمرين يعني وسيله استثمار داخل البورصه وامنه، لانها بتتبع مؤشر الاي جي اكس 30، بتحمل الاسهم فيه بنفس الاوزان اللي موجوده في المؤشر، بتبقى موجوده داخل هذا الصندوق، فبالتالي بتتحرك تبعا لحركه هذا المؤشر. مش بيبقى محتاج المستثمر ان هو يدخل يستثمر جوه كل سهم من الاسهم عشان ما بياخدش هو القرار يعني. بالظبط، هو بيشتري الوثيقه والوثيقه بتتحرك تبعا لحركه المؤشر. من المتوقع في الفتره القادمه مع قياده طبعا الاسهم القياديه وزخم الاخبار اللي احنا بنتكلم عليه، مع النقص الموجود في السيوله الموجود في السوق في الفتره الاخيره دي، ان احنا نشوف استمرار لاداء مؤشر الاي جي اكس 30. احنا دلوقتي اقتربنا من مستويات ال 9600 اللي بتعتبر مناطق مقاومه، متوقع نشوف عندها عمليات جني ارباح جزئيه، مش هتاثر يعني. خلينا نقول ان هي جزئيه لان احنا اتجاه عام للسوق صاعد على المدى الطويل، فبنعتبر اي عمليات جني ارباح بتبقى فرصه للدخول مره اخرى. ولكن ما زال مؤشر الاي جي اكس 70 لم يعطينا الاشارات الدخول ولم يواكب او يؤكد صعود مؤشر الاي جي اكس 30، فبالتالي الوثائق زي ما هنرجع تاني نتكلم عن الوثائق هي اليه جديده هتوفر الامان. هي الامان بالنسبه له عشان بالظبط، وهتجذب نوعيه جديده من المستثمرين داخل البورصه المصريه يمكن كان ما عندهاش الوعي ازاي تضارب جوه البورصه، فقدرت ان هي تشتغل على هذه الاليه. طب عموما النهارده اسهم قياديه قليله هي اللي ارتفعت، شايفه ازاي اداء الاسهم القياديه وتوقعاتك لها في الفتره القريبه؟
يمكن خلينا نقول السوق بقيادة السي اي بي اتحرك، يمكن اقترب من مناطق ال 54 جنيه، مناطق تاريخية جديدة بالنسبة له. أثناء عمليات جني أرباحه في الفترة الأخيرة أو خلال الجلستين الماضيتين اقترب من مناطق ال 51.5 تقريبا، شفنا عندها دعم قوي، لاحظنا دخول سيولة ورفع مرة أخرى للسهم، ومن المتوقع أن هو يختبر مناطق ال 54 أو الهاي اللي وصل له خلال تداولاته الأسبوع الماضي. عندنا أسهم زي مصر جديدة، مدينة نصر، بالم هيلز، أو أسهم القطاع العقاري زي ما بقول لحضرتك. يمكن القطاع ده بيمثل أهم فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة، هو وقطاع الاتصالات، وزي ما قلنا زخم الأخبار المتوقع والسيولة المتوقع أن هم يجتذبهم هذين القطاعين، من المتوقع أن هي هتأثر أثار إيجابية على نتائج أعمال القطاعين وبالتالي عن الشركات الموجودة في القطاعين، وأتوقع أن احنا نشوف يعني صعود واضح لهذا لقطاع الاتصالات وقطاع العقاري، ودول يمكن اهم الاسهم اللي بتميز مؤشر الاي جي اكس 30. يعني نقدر نعتبر ده تعليق على ان القطاعات المنتظره والمرتقبه في الفتره القادمه هي قطاع الاتصالات وقطاع العقارات. بالظبط، عندنا برضو قطاع المواد الغذائيه شفنا اهتمام واضح من جانب المستثمرين ويمكن خاصه العرب خلال الفتره الماضيه يمكن بشركات هذا القطاع. عندنا بسكو مصر وكان في منافسه محمومه على الاستحواذ على الشركة، كان في برضو اهتمام أو استحواذ أو خطط استحواذ على أرب ديري ميلك، في مجموعة شركات في القطاع المواد الغذائية من المتوقع برضو أن احنا نشوف عليها نشاط ملحوظ خلال الفترة القادمة. طيب سؤال أخير، شايف حضرتك إزاي أداء البورصة هيكون غدا إن شاء الله، وتوقعاتك للأسهم اللي هتكون كهدايا غدا بإذن الله؟ أتوقع أن أغلب أسهم مؤشر الإي جي إكس هي تستكمل صعودها في بداية صعود الجلسة، أتوقع أن هنشوف عمليات جني أرباح محدودة في وسط الجلسة، وهتبقى فرص جيدة للشراء داخل هذه الأسهم. أستاذ رانيا يعقوب خبير أسواق المال في نهاية حلقة اليوم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات وهذا التفاؤل اللي احنا بننتظره في كل حلقة إن شاء الله عشان نبدأ نشوف الاقتصاد المصري ينتعش بإذن الله. بإذن الله. شكرا جدا لحضرتك. ومشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم اليومي مؤشر النيل، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، ونشكركم على حسن المتابعة.